في ابحاث وكشوفات مهمه جدا كانت بتتعمل في سقاره يمكن اظن خلال الثلاث او الاربع سنين اللي فاتوا، وهنا طبعا هيصححني الدكتور مصطفى وزيري على طول بعد شويه. الله، دكتور مصطفى موجود معانا؟ اهلا 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 يا دكتور مصطفى. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. كنت انا بقول الابحاث والتنقيب في سقاره بقاله كام سنه دلوقتي؟ ده الموسم السادس اللي احنا بدأناه في 1 سبتمبر الماضي، فاحنا بنتكلم لما بدأنا في ابريل 2018. فاحنا بقالنا 5 سنين وده الموسم السادس. مظبوط. سقارة خرجت لنا ايه لحد دلوقتي واحنا اصبح في عندنا اكبر ورشتين للتحنيط، ما الذي اتت به سقارة؟ ده سؤال جميل جدا، لكن الإجابة بتاعته هتبقى طويلة قوي يا أستاذ حسين. يا سلام يا سلام، على قلبنا زي العسل. بص يا فندم، قول. البعثة المصرية، وكان لي الشرف إن أنا أبقى رئيس لهذه البعثة المصرية الخالصة بأيادي مصرية، بدأنا في العمل في هذه المنطقة من أبريل 2018. حلو. 6 شهور بالضبط رفعنا كم كبير جدا من الرديم في منطقة تسمى منطقة البوبستيان. ظهرت معانا أجمل مقبرة أذهلت العالم، تسمى مقبرة وحدي. ب65 تمثال منحوت في الجبل، ألوان ونقوش في منتهى الروعة، ترجع للدولة القديمة، أسرة الخمسة، 4400 سنة عمر تقريبا. حلو. استأنفت أعمال الحفاف الموسم اللي وراه، اكتشفنا كم كبير جدا من المومياوات الحيوانية المحنطة. لقينا أكتر من 600-700 قطة محنطة، وده كان شيء طبيعي. ليه؟ ده كان في قطة عملاق، كان في قطة عملاق كده دكتور مصطفى، أنا شفته في الفيلم، حتى كنت منور الفيلم بتاع سقارة طبعا، لقيت قطة عملاق. ده طلع إيه ده؟ لا لسه جاي لك فيها دي. ماشي. لقينا 500-600 قطة محنطة، وده كان شيء طبيعي لأن إحنا بنشتغل في معبد اسمه معبد البوباستيان، الاسم اشتق من كلمة الإلهة باستت القطة، فكان طبيعي جدا القدماء المصريين يروح مكان، نركز في الحتة دي يا أستاذ حسين الله يخليك، يروح مكان يشتري فيه قطة محنطة ويقدمها قربان للإلهة باستت. ودي بتفكرنا اليومين دول، أنا عايز أروح أزور أحد أقاربي مدفون في قبره، بروح أتوقف عند محل اللي بيع الورود، بشتري بوكيه ورد وبسيبه قدام القبر بتاعه. قدماء المصريين كان بيقف عند مكان بيجيب منه الموميا المحنطة القطة وبيقدمها قربان لإلهة باستت. حلو. كويس. أثناء الحفاير لقينا مومياوات حيوانية، لا حجمها أكبر شوية. إحنا لو كلمنا الأولانية دي بنتكلم على 25 سنتي تقريبا، دي إحنا بنتكلم على 90 سنتي. من وين هتبقى قطة؟ جه جبنا السكان، اتعمل لها سكان الموميا دي، اتضح انها مومياء شبل اسد، ولاول مره تظهر على مستوى العالم بالرغم من وجود 250 بعثه اجنبيه، من الرغم من البعثات بتشتغل من 100 سنه واكثر، لكن الحمد لله كان التوفيق علينا معانا. احنا لقينا 5 مومياوات لاشبال اسود، السن من 8 الى 10 اشهر سن عمر تقريبا. بعدها بكام يوم لقينا موميا غريبة الشكل، الجسم صغير والديل كبير، ايه ده؟ مومية ايه دي؟ برضه نفس القصة، بدأت عمل الاسكان، اتضح انها مومية حيوان النمس. جميل. كملنا حفاير لقينا مومية صغيرة جدا، تبدو كما لو كانت 15 سنتي تقريبا، 20 سنتي بكتير، لا 15. ايه دي؟ اتضح بعد الاسكان انها مومية ما تسمى الفيرفت مونكي او مومية النسناس. برضه دي مومياوات نادرة لم يتم الكشف عنها من قبل في أي حتة فيك يا جمهورية مصر العربية ولا العالم. استأنفنا أعمال الحفاير الموسم الرابع، لقينا آبار كبيرة جدا عميقة تحت الأرض بعمق 12 و13 و15 متر، نزلنا لقينا توابيت خشبية بمومياوات آدمية، حاجة رائعة. الله، كمية المومياوات الآدمية دي معناها إيه يا أستاذ حسين؟ معناها إيه؟ أيوة. معناها إيه يا أستاذ يوسف الله يكرمك؟ قول لي يا دكتور. معناها إن في بيت تحنيط، معناها إن في ورشة بتخدم على الكلام ده، مظبوط؟ صح. حلو قوي. نكمل يا أستاذ يوسف الله يخليك.
طلعنا الكشف الاولاني، البير الاولاني، ثم البير الثاني. كان في الاولاني 50 تابوت، ثم الثاني 157 تابوت، ثم الثالث 250 تابوت. جميل. الموسم الخامس كان في اعلناه في 30/5/2022. انا ماشي معاك بسيكونس كده عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا ايه احداث سقاره. ماشي. 30/5/2022 اكتشفنا خبيئه تماثيل برونزيه اغلبها للقطط، بس تماثيل بقى برونزيه. جميل. اكتشفنا ادوات تجميل في منتهى الروعه، واكتشفنا برضو توابيت ملونه وحاجه في منتهى الجمال، غير بقى كم كبير جدا من التماثيل بتاع سكر والاواني الكروبيه والى اخره. جميل. حلو. طبعا الحاجات دي كلها بتروح على متاحف، ده كان عهدنا واتفقنا ان في عندنا لجنه تسمى لجنه سيناريو العرض المتحفي. دي دورها انها اي كشف يعرض عليها اللغه الاثريه تقول ده ينفع لشرم الشيخ، ده ينفع للغردقه، ده ينفع للقاهره، ده ينفع لسوهاج، ده ينفع للاقصر، ده ينفع لاسوان. متاحفنا. جميل. جينا بعد ما خلصنا الكشف ده كملنا توقفنا طبعا السنه الماليه، بدانا في شهر 8 بصينا لينا في بير، والبير ده نازل تحت سور من اللبن اللي موجود عندنا في الفلسطين. ما قدرناش ننزل تحت السور خشيه ان السور ينهال على العمال او الى اخره. قلنا لا، احنا نطلع من الناحيه الثانيه ونشوف طالما ده مؤدي الى هذا المكان. وكانت في نيتنا ان احنا عايزين نعرف بالظبط المومياوات دي اتحنطت فين، الادميه والحيوانيه. اكيد ليها مكان قريب هنا يسمى بيت التحنيط عند المصري القديم. ايوه. اول ما بدانا في اول شهرين برفع رديم وظهرت معانا بدايه سراير، والسراير دي واضح تماما داخل مبنى من الطوب اللبن. لا، السراير دي سراير تحنيط. السرير بزاويه ميل يا استاذ يوسف، السرير بزاويه ميل. أيوه. اخر زاويه الميل من تحت فيها ثقب زي المزراب، يبقى بيقف عند المحنط. تبقى دي ترابيزه تشريح. الله ينور عليك. الاول بيغسل. الاول يغسل الموميا، ادميه او حيوانيه، خلينا نتفق على الاثنين. أيوه. ادميه او حيوانيه بيغسلها. الميه دي بتنزل من فين؟ تنزل من المكان الثقب اللي بينزل منها. ثم عمليه الفتح، واذا كان في دم بينزل بيتغسل بينزل من هذا المكان. ثم بتتشال الاحشاء اللي بتتحط في اواني كانوبيه. احشاء دي عباره عن المعده وامعاء وكبد ورئتين، بيتحطوا في اواني كانوبيه. ثم لقينا الادوات اللي استخدمها، ولقينا كميات كبيره جدا من ملح النيترون، ثم لقينا كميات كبيره جدا من لفائف البردي، ثم لقينا برضو كور كبيره جدا من ماده الراتنج او الريزن اللي هي الماده السوداء، احنا بنسميها القطران او الزفت او البلاك، حاجه زي كده اشبه ما يقول، دي اللي كان بيتهم بها جلد المتوفى للحفاظ عليه علشان يعزله طبعا عزله بينه وبين الجو الخارجي عشان ما يحصلش نوع من انواع التفاعل الكيميائي فتتبهدل المومياء. ثم تلف بلفائف كتانيه يصل في مجملها 15 16 17 لفه عشان يقدر يحافظ عليها، ثم توضع في التابوت، ثم تنزل المقبره. ده السيكونس اللي انا حكيته لحضرتك من ابريل 2018 لغايه لما اعلنا الكشف النهارده. طيب انا يمكن سؤالين، وانا عارف حضرتك بتنام بدري جدا. اول سؤال وانا في السريع والله، اول سؤال، هل نقدر دلوقتي نعرف مين اصحاب المومياوات دي ولا لسه جاري العمل عليها؟ المومياوات الادميه دي ما تبانش الموميا انها مومية مين، لكن جوه التابوت لما بتتحط في التابوت ممكن يتعرف لو في هنا اسم صاحب التابوت. انما كل التوابيت اللي اتلقت اغلبها كلها كهنه، وكلها كانت بتندفن في هذا المكان تبركا. هرجع تاني وافكر حضرتك والساده المشاهدين، انا لو كان لي حظ سعيد ان انا رحت في مره عملت عمره او عملت حج وتوفاني الله، احب ان ادفن في البقيع. صح. عايز تقول يا مصطفى؟ عايز اقول ان القدماء المصريين بيجي يقرب على البقعة المقدسة اللي هي معبد الإله باستت، ويحب يدفن أقرب ما يكون لهذا المكان المقدس. فدي مكان مقدس في الحضارة المصرية القديمة، مكان مبارك يعني. مكان مبارك لأنه ده معبد للإله باستت، الإله القطة، الإله الحامية، فكل من اقترب منها في مقبرته يضمن أنه هو يبعث معها في العالم الآخر ويفكرها، يقول لها انا اللي كنت بقدم لك القرابين ولا اتفقت معاكي عشان ابعث معاكي في العالم الاخر، كنوع من انواع التبرك. طيب. هل الكشف انتهى بالشكل ده؟ لا، احنا لينا مقبرتين. مقبره من اروع ما يكون لشخص يدعى ايه ونسمع اسمه الجميل، ني حسوطة. تمام. الراجل ده دوله قديمه، اسره خمسه، 4400 سنه.
ماشي. طب الوظائف اللي خدها وظائف دينيه وظائف دنيويه. طب الوظائف الدنيويه كان بيشتغل كبير كهنه، وكان بص 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 التايتل الوظيفي ده يا استاذ يوسف، ايوه، المسؤول القانوني عن شق الترع والمصارف. ده وزير الري يعني، مسؤول نسميها كده، المسؤول القانوني عن شق الترع والمصارف. خد لقب بعد كده الكاهن الاله حورس وكاهن الاله ماعز. فنزل المقبره والنقوش اللي فيها حاجه في منتهى الجمال، بيتكلم على حياه يوميه، جلسه جميله جدا هو ومراته واولاده، في جلسه عاطفيه رائعه، يتقدموا حامل القرابين، بيقدموا القرابين، بيتفرج على حفله موسيقيه فيها عزيف الهارب وعزيف الناي، بيتكلم على بيشهد عمليه الحصاد، منظر سوري يعني منظر الحمير وهو بيجريها على بعد حصاد القمح في التبن ده، او يعني كده عشان يلعب دور الاجهزه اللي بتستخدم حاليا زي الدراسه اللي هو بيدرس القمح، فهو بيحرك الحمير رايح جاي عشان يقوموا بعمليه انهم يدرسوا هذا المحصول، ثم يتجمع في صومعته، ثم منظر ثاني لذبح الاضاحي وتقدمه القرابين. لا منظر مناظر جميله جدا في هذه المقبره. طب صح. بعد المقبره دي في مقبره ثانيه ترجع للدوله الحديثه لشخص يدعى من خبرع، ايام من فتره الملك تحتمس 3 وتحتمس 4، احنا بنتكلم ما يخرج من 3400 سنه عمر تقريبا. اتلقى فيها تمثال الاباستر، النهارده عيني جابت الثلاثه اللي موجودين في هذا الكشف، ممثلي متحف الحضاره وممثلي المتحف المصري الكبير ومتحف المصري في التحرير، كلهم عينيهم على التمثال، كل واحد بيتكلم ان التمثال ده يلزمه في المتحف بتاعه. طبعا ده مش قراري، ده قرار لجنه سيناريو العرض المتحفي اللي انا حكيت على حضرتك في الاول. ايه السر يا دكتور وراء انه يمكن خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا، وصححني في استخدام المصطلح ارجوك لو انا بستخدم المصطلح ده او التعبير ده بشكل غير دقيق، أروع ما تم كشفه في حضارتنا المصرية القديمة تم خلال الكام سنة اللي فاتوا دول بإيدين المصريين مش بإيدين الأجانب. أيوة. طيب أكد على المعلومة دي وفسرها. أنا بأكد عليها طبعا مش عشان أنا مصري. حل. لا، خش جوجلت، شوف أي صحف العالم، أي قناة العالم، بص كل الاكتشافات على مدار الخمس سنين اللي فاتت كلها الحمد لله بأيادي مصرية ولله الحمد. الحمد لله. السؤال والتفسير مصطفى يا وزيري. نعم يا استاذ يوسف. عندك كم بعثه اجنبيه تعمل في مصر؟ عندنا 250 بعثه اجنبيه تعمل في مصر. طب اكتشافاتهم على مدار السنين اللي فاتت؟ يعني الحمد لله كويسه بنت حلال. طيب ليه؟ البعثه الاجنبيه بتعمل شهر او شهرين بحد اقصى في السنه. البعثه المصريه لا يهمها شتاء ولا صيف ولا ربيع ولا خريف ولا برد ولا مطر ولا عواصف ولا الكلام ده كله. بتشتغل على الاقل 10 شهور في السنه. واحد. اثنين، ماذا عن البعثات الاجنبيه؟ تعرف يا استاذ يوسف انه بيعتمد اعتماد كلي دلوقتي على العماله المصريه والمرممين المصريين والحفارين المصريين والعامل الفني المصري والرسام المصري، كل حاجه. ليه؟ واحد، خبره غير عاديه حاليا. اثنين، برضه مهما كان الى حد ما ارخص نجيب حد من بره بفلوس بطيران باقامه بالكلام ده كله، فمهما كان مفتش الاثار خبره اكتر، ومفيش اكسبنسز، مفيش تكلفه كتيره زي اللي هيجيبه من بره، فاصبح يعتمد بنسبه اكتر من 95% على المصريين سواء عامل او مرمم او مفتش او رسام. واحنا دلوقتي عندنا كل التخصصات ولله الحمد، من ساعه لما بدانا مدرسه تسمى مدرسه حفائر متخصصه. طب عندنا موميا عايزين نشوف التشريح بتاعها، عندنا احسن واحده مصريه في تشريح المومياوات او العفه الاناتومي التشريح. ايوه. عندنا احسن واحد لعلم الفخار، يشوف الفخاره دي يقول ده دي اسره ثالثه، لا دي اسره سبعه، لا دي اسره تسعه، الاسره 15، لا دي دوله حديثه، لا ده جاي مستورد من الخارج. ده كل ده مش بتكلم على فرد، انا بتكلم هناك المئات من المصريين متخصصين في الفخار، مئات من المصريين متخصصين في الانثروبولوجي، هناك المئات من المصريين متخصصين في الرسم الاثري، في التوثيق، في كل التخصصات الحمد لله. عندنا ما يقرب من 2000 مفتش اثار حفارين بجوده عاليه جدا جدا جدا، يدير انضف موقع واحسن موقع فيه كجمهور
ثوره مصر العربيه. قدها وقدود دايما، قدها وقدود. دكتور انا مش عارف اقول لك شكرا على ايه ولا ايه، وكمان مبروك يعني، وهلم جره زي ما بيتقال. عايزين اكتشافات جديده كل يوم، الطمع في الخير بيبقى من ضمن الفضائل. اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر الدكتور مصطفى وزيري، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار.